البارح نور الدين البحيري يوجه للشعب التونسي برمته نداء لحماية مؤسسات الدولة، ويقول انها في خطر من خلال عبير موسي المندسة هذه واللي تخدم لصالح أجندة ائتلاف الشر المصري الإماراتي. نسمعوا. دعوة الجميع التدخل العاجل وفي بذل أقصى الجهد نجح حماية مؤسسات تونس ونجح حماية حق التوانسة باش يحميوا دولتهم ويحموا ثورتهم. دعوة الجميع للتصدي للانقلاب اللي برمج له الحلف حلف الشر العربي الإماراتي المصري بيدرع تونسية ممثلة في عبير موسي ومن معها من أجل تخريب هذه الثورة ومن أجل تدمير هذه الدولة، وتسجيل الدعوة للنيابة العمومية للتدخل من أجل تطبيق أحكام القانون ومحاسبة عبير وجماعتها لما ارتكبوه من جريمة في حق أعلى مؤسسة دستورية من خلال تعطيل أشغالها، وهي جريمة تقع تحت القانون. سي رفيق عبد السلام، يعني على كل حال كل واحد يستخدم مصطلحاته، لكن بالتشخيص الموضوع أنا يعني مش نحكي عن النوايا. أول شيء إذا كان مش تحثوا على السيدة عبير موسي، يعني مش أنا قلت، هي تقول هي ضد الدستور وضد الثورة وضد المنظومة السياسية وضد البرلمان، مش أنا قلت. لا لا، هي طرحها على نفسها مشروع فوضوي بالتخابر مع طرف أجنبي وبالخيانة العظمى. أنا كان فيك رفيق عبد السلام. لا لا، نور الدين البحيري هو تبعك. إيه هذا أولا. ثانيا اللي يتحدث على على محاور، شوف السياسة. سامحني سي رفيق لو تسمح، لو تسمح. لا لا، خاطر برشا يقولوا زاد قاعدين هكا نحاولوا في وجهة الحوار اللي قاعد صاير في تونس ونسلطوا في الأضواء على أشياء اللي هي هامشية، وقاعدين نحاولوا كيما نقولوا راهو نبعدوا الناس على الرسمي. سي رفيق تقولوا المرأة قامت بخيانة عظمى ولازم تحاسب، وهكا قال سي نور الدين البحيري وأشد العقاب. لا لا، لازم توضح لنا، عندكم أدلة؟ أنت قلتوا من قبل راك وزير خارجية سابق. أنا راني مانيش محقق قضايا أولا. لا لا، ثاني بشوية عاد خلينا نكمل لك. وماكش أيتها الناس تطلق هكاك الاتهامات. أنا نحكم لك على المعطيات الموضوعية. عبير موسي جزء من محور إقليمي. شنو هو المحور الإقليمي تشتغل به؟ كيف نشوف أنا نترجم التغطية الإعلامية نترجمها سياسية؟ حتى أنتم في محور قطر وتركيا. شوية في محور تونس، احنا في محور تونس. كلكم هكاك في محور تونس. احنا شنو نقول لك؟ لأن مشروع عبير موسي مشروع هدم وتقويض. فما دول في المنطقة طرح على نفسها كيما الإمارات للأسف هذا واقع الحال، طرح على نفسها التقويض وهدم معناها الديمقراطية التونسية. كيف نشوف أن التعليقات نتاع سي ضاحي خلفان اللي هو عبارة على ناطق رسمي باسم أبو ظبي وش يقول على تونس وش يقول على البرلمان؟ موش رسمي، هو موش شخصية رسمية في نعرفوها اللعبة هذه. هو الإماراتية فمش واحد يتكلم في الإمارات موش رسمي. كل هذاك تشوف عبد الخالق هذاك المستشار السابق وتشوف خلفان يضغط على الزر مكلف بمهمة. هذا أولا. ثانيا هذوما ما مش طرحين على أنفسهم مشروع بناء، طرحين على أنفسهم مشروع تقويض وهدم. شوف اللي يقع في بعض الدول العربية، هم يقولوا مش نحن نقولوا، يقولوا احنا رانا ضد الربيع العربي والشيء اللي يقع في المنطقة ما همش بمعزل عليه، وهم متحسين بالديمقراطية التونسية. ونقول لك علاش متحسين، لأن هم عندهم نظرية. شنو هي النظرية نتاعهم؟ الديمقراطية لا تصلح ولا تصلح، العرب ما يصلحوش للديمقراطية. إذا نجحت التجربة الديمقراطية التونسية باش تضرب السردية الرواية السياسية نتاعهم، راهم العرب ما يصلحوش للديمقراطية. وذاك علاش هذا هو سر استهداف التجربة الديمقراطية التونسية. هذا موقف سياسي ونحترموه، نوافقوه إلا ما نشطروش نحترموه. أما هات لي للرسمي رفيق عبد السلام، اليوم تحبوا تقودوا المرأة، نقولوا المرأة بمعنى السيدة عبير موسي، تحبوا تهزوها للمشنقة. أنتم تحبوا تبرؤوها السيدة عبير موسي؟ لا 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 لا، تحبوكم تعطيوا الأدلة على اتهامات خطيرة وتحطوا في تونس في وضع سمحني محرج جدا مع بلدان شقيقة قد تكون عندها أجندة. هذا ما ننفيهوش بتاتا زادة. أما اليوم لو تقدم اتهام بالكيف هذا وبالنوعية هذه، راهو لازم تقدم له الادله نتاعو. لا نحبوا حد نهزوه المشنقه ولا المقصره، ولكن هي تحب واشد العقوبات تطبق على عبير موسي. يقول نور الدين البحيري نظرا لتعاملها مع الامارات ومصر خيانه عظمى للدوله التونسيه. نحن وقت نطالبوا بالمحاسبه كان يثبت هذا. يحقق فيها القضاء، يحقق فيها القضاء. انا مانيش رجل استخبارات، رجل قضاء. يحقق انت وزير خارجيه اصلا. ثم اتهامات هو اصلا رفعت في هذه الاتهامات للقضاء، يحقق فيها القضاء. هذا اولا. ثانيا مش انا اللي قلت راهو شو اسمه ضد الدوسي. صحيح يا مناوره، راهو يا سي رفيق هذه المراه هذه مراه تخون في غيرها، هذه مراه تحب تحل البرلمان، هذه مراه ماهيش معترفه بالديمقراطيه، هذه ماهيش معترفه بالدستور، ماهيش معترفه بالبرلمان. شو تسميها هذه مراه فوضويه؟ مراه فوضويه ومش صحيح. هذه ما تمثلش تساتر ولا عندها علاقه بالتساتر. هذا الكل ما يقولش انها خائنه للوطن. انتم اليوم تتهموها وقاعدين تقولوا تحرضوا على العنف العدلي والشعبي. سيدة عبير موسي ماهيش ضحية، راهي
هي في حالة هجوم على مؤسسات الدولة، وكان ثم مؤسسة قضائية سليمة يحلوا لها الحزب نتاعها، لأن هذه لا معترفة بالمؤسسات الدستورية، وهذه تبث في الكراهية، هذه تبث في الفتنة السياسية. كان ثم فعلا معناها حزم في القانون، يطبق عليه القانون ويحل الحزبة. الموقف الخطير المعلن دونك البارح من قبل السيد نور الدين البحيري، واللي تكرر في أكثر من مناسبة وحتى على لسانك سيد رفيق عبد السلام، هو موقف مبني على التصريحات وتخمينات من محللين موجودين في دبي ويخدموا في أجندتهم هذا أكيد، وعلى تخمينات متاع ناس قاعدة في واشنطن تتحدث، ولا موقف رسمي. ما عطيتوني حتى موقف رسمي هون. شوف شنو اللي يدل اليوم في عبد الفتاح السيسي ودولة الإمارات قاعدين خلينا نقوله يتأمروا على تونس. احنا رانا مانيش في خصومة مع أي دولة، الأصل في الأشياء سياسة تونس هي الانفتاح على الجميع، ولا نعادي حد، لكن للأسف فما بعض دول تعادينا. الإمارات معادية التجربة التونسية، وهي رابع مانح لتونس، خصومة مش احنا عاملين معاها خصومة. نطرح عليك سؤال عقلاني، اليوم رابع أكبر مانح لتونس من حيث القروض والديون هي دولة الإمارات العربية. بارك الله فيه اللي يحب يعاود. كيفاش يعاود؟ ليه لازم تعطيني؟ ليه نجم نصدقوك سي رفيق؟ أنا كيف نشوف، أما أعطينا خلينا نفهموك. أنا كيف نشوف التغطيات نتاع الإعلام الخليجي، تشوف كيما قناة الحدث في كل، تشوف قناة العربية، تشوف السياسة الرسمية نتاع هذه الدول، هما شو يقولوا على التجربة الديمقراطية التونسية، وش يقولوا على البرلمان التونسي، ويحبوا يقولوا احنا رانا نحبوا تونس بدون الحزب الفلاني والعلاني، هما اللي طرحين خصومة مش نحن. ما عندناش خصومة مع أي طرف من الأطراف، ما في ذلك الإمارات، لكن هما قاعدين يخاصموا فينا مش نحن. سي رفيق راهو حتى كي يجيونا ويحكيوا نفس الشيء على قطر ولا على تركيا، راهو نفس حوار يكون ويدور، بمعنى اعطيني دليل، ما تقوليش راهو تي ار تي تحكي ولا الجزيره تحكي، ونعرفهم يعبروا على مواقف رسميه، لكن ماهيش وزاره الخارجيه نتاع قطر ولا نتاع الامارات. احنا ما نتاع حد، نتاع تونس، دول العربيه شقيقه كلها. يا عندك الدليل انت الحزب الاول اليوم. احنا رانا قلنا دول العربيه، احنا قلنا دول عربيه شقيقه، وانا اعلم ما اقول. انا كنت وزير خارجيه ونعرف وازن مصطلحاتي بشكل جيد، ونعرف شنو هي اسس ومرتكزات السياسه الخارجيه التونسيه. السياسه الخارجيه لا تقوم على اعتبارات الايديولوجيه، ولا تقوم على حسابات الشخصيه، ولا تقوم على الحب والكره، ولكن قلت لك انا بمعطيات موضوعيه. السياسه مش كلها مؤامرات، ولكنها لا تخلو من مؤامرات ايضا. فما دول هي عملت عقيده، الامارات عملت عقيده تعتبر الربيع العربي ذا تخريب، لازم تخربوا وتسقطوا. مش احنا قلنا هذا، مسؤولي الامارات السياسيين بتاع الامارات قالوا هذا برا. قول لهم حاسبهم على هذا، قول لهم علاش عاملين العقيده العسكريه والسياسيه وكل البنيه نتاعهم مبنيه على هذا الاساس، كيفاش نسقطوا الربيع العربي؟ سي رفيق عبد السلام، ونحن نحكيو في الموضوع قبيله مع سي احمد ونيس، تم اتهام السيد طارق ذياب، انا ذاك وزير شباب والرياضه تذكروا، بحملوا الفليجه بالفلوس قادما من الدوحه. سي طارق ذياب هو في الاستماع يطالب ويطلب حق الرد، وله ذلك من حقه طبعا، ونكفلوا هذا في ايفام بدون اي شك ولا قيد. سي طارق ذياب معنا على المباشر، اهلا وسهلا بك. اهلا بك واهلا بضيوفك الكرام. شكرا لك سي طارق، ان شاء الله تكون بخير سي طارق ذياب.